الفيديو ده هقول لك معلومات مهمة لطريقة التشغيل لأتاري اتش دي، أصغر أتاري في العالم. ركز معايا في الفيديو، وفيديو على السريع. أول حاجة، الدراع الأساسي اللي بيشتغل اللي بنختار منه هو رقم واحد، ومكتوب عليه واحد من هنا كده مش اتنين. عشان تاخد جودة كويسة لازم تكون مركب بطاريات أو حجارة قوية عشان تجيب معاك إشارة كويسة. طبعا لما بركب الحجارة اللمبة بتنور معانا بالشكل ده. أقدر أختار، بندخل على أي مجموعة من دول عن طريق زرار ستارت الشكل ده كده. مثلا دول 73 لعبة اللي هي اول مجموعة. مثلا هدخل على اول لعبة اللي هي سوبر ماريو، برضو عن طريق ستارت. انا دلوقتي جوه اللعبة، اختار لاعب واحد عن طريق ستارت ولاعبين عن طريق سيليكت. دلوقتي انا جوه اللعبة وعايز اخرج، هل معقولة بقى ان انا هقوم وافك الجهاز من ورا في الشاشة؟ وطبعا ده هيبقى موضوع متعب شوية، فاحنا هنضغط على ستارت وسيليكت مع بعض دوسة طويلة. دوسة طويلة، انا دوسة طويلة فخرجني للقائمة دي. طب انا لو عايز اخرج للقايمه اللي قبل كده بقى اللي هي فيها المجموعات، هلاقي زرار اسمه واي، زرار اسمه بي، الاثنين اللي فوق دول هضغط عليهم برضو ضغطه طويله لغايه لما يخرجني من القايمه دي. بص كده جابني للقايمه اللي بره. المعلومات دي مهمه جدا ومفيده.